السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رجال المرحلة القادمة في المنتخب الجزائري، وهل هناك لاعبين انتهت صلاحياتهم؟ يعني نورمالمون نحضروا صحيح نحضروا هذا الحضر، خلينا من البلاد وخلينا من الناس اللي راهم خاطر على دروك بشكارا سكت البلاد هي راهي تهدر، وهذاك والبلاد يعني غادي تدي غادي الناس الفروع تاع الكذب يكماصاو يكذبوا كيما هكا يكماصاو يكذبوا يقلعوا بالكذب تاعهم. صايب بسم الله كل واحد يكذب وما بالتليفون ما تهدرش غادي نطيحوا عليك نعايروك. لازم انت وقفت معانا تاع بيع الاوهام، اقعد معانا في بيع الاوهام صورتو قناة البلاد وراهي معسوب كسبت نسبة تاع مشاهدة يعني في بيع الاوهام، يعني ركبت الموجة وكسبتها. ما عرفش منجمين يا ودي راحت راحت. لازم نهضروا على المنتخب الوطني، انا كمشجع تاع منتخب وطني جزائري يا نعرفها باللي راحت. يا درك نهضروا على الصح، لازم نهضروا على الصح، لازم نبنوا روحنا، لازم نعاودوا نقلعوا من جديد، لازم نقلبوا صفحه ونبداو بورقه بيضاء جديده بعقليه جديده. هذه اللي نعرفها انايا، ما تجيش تقول لي باللي الكاميرون ورانا نقارعوا والطاس ومنها ما كاش. يا قالوا لك روح خدم روحك، روح بركه ما قال لكم بركه ما تكذبوها. ها هو قريبه قريب يخرج الاخر يعني غادي يدخل النهار سيبو في كاش كاش تاقة خرج على عليكم بركة ما تكذبوا. يقول لكم ما هذا انفرتينو ها صايكة ها كملت روح بدا من جديدة من 2018 مشي إليميني 2018 روحنا كوب دي موند. بصح كي خدم سكتنا ما هدرناش، ما كاش ليه هدر. خرجوا هاد البكايات ما عندهم يخرجوا، ما كاش ليه هدر. طاب خدمة طاب راحت، عرفنا باللي جاو باش يحطموها، هيا حطموها ومن بعد دينا كوب دافريك موراها. يعني ولات الجنون العظمة موراها، ولا جنون العظمة ولا فيروج. ما تهدرش خط احمر، ما تهدرش خط اخضر، ما تهدرش خط بنفسجي، ما كاش لي يهدر. خط تشيني ما كاش لي يهدر. فماك ولاو يهرسوا في هذه الصحافة، يعني مدعمين من اطراف خبيثة، اطراف ناس خبيثة، ولاو يبيعوا في الاوهام للمدرب، ولاو يوهموا في المدرب. ما عينا نهضروا صح. اليوم مازالوا فانيك، مازالوا غير هكا، مازالوا غير هكا، مازالوا غير هكا يدمروا. وين يخوض المنتخب الوطني بعد اقل من شهر 4 جوان مباراة الجولة الاولى من تصفيات كأس افريقيا، يعني تصفيات تاع الكوت ديفوار امام منتخب اوغندا على ملعب وهران الجديد، مباراة تعتبر بمثابة صفحة جديدة للمنتخب الوطني والمرحلة الاخرى للتصالح مع الذات ومع الجماهير التي لم تتجرع بعد خيبة الإخفاق في التأهل إلى نهايات كأس العالم قطر 2022. وين المدرب هدرها في 2019 قال لكم غادي نروحوا لكوب دي موند، ماذا بينا كون يزيد يشدكم ونكونوا طالعين حتى 2026. وفي آخر تصريح له مع الموقع الرسمي للباب تحدث المدرب عن ضرورة ضخ دماء جديدة على مستوى الخطوط الثلاثة للمنتخب من أجل إحداث يعني منافسة وخلق منافسة، وهو ما ينتظره الجمهور بفارغ الصبر. هذه تاع خلق المنافسة وقتل المنافسة كاع وين تهدرناها. حنا دروك طفرت هذه 4 سنين راحت لنا باطل، 4 سنين راحت باطل، راحت كريدي، راحت باطل، راحت باطل. تحوس عليها ما تصيبهاش. هذه الهدرة بغينا نشوفوها في الواقع، في الواقع. هذه الهضره تاع اللي قال بلي لازم لنا ضخ دماء وخلق منافسه، نورمالمون كره كره. هل يجب احداث ثوره شامله تغيير المنتخب بشكل جذري؟ من شأنه ان يضر المنتخب اكثر مما ينفعه، خاصه وان موعد الكان مقبل ليس ببعيد. ماذا يجب يعني يمكن أن يستعين هذا المدرب بلاعبين شباب ومنحهم فرصة لكسب الثقة والتعود على أجواء المنتخب وأدغال إفريقيا. يعني رانا في الروطار، احنا رانا في الروطار. نورمالمون لعابة كرة كيما بن ناصر وين تاجا؟ 2016 آدم الناس وين بن ناصر، نهضروا على بن ناصر اللي لعب كوب دافريك توب
وين تجا دو لا فان تاع 2016 16 17 18 19، يعني نقولوا بلي 50% دار كلش في المنتخب الوطني. لاعبين لا يجب استغناء عنهم في الفترة القادمة، أسماء مثل مبوحي في غول سليماني لا يجب استغناء عنهم، هو العصاب هما كيفاش راهم يخموا على الأقل في أول 3 مباريات من التصفيات، لأن العمل الخبرة مهم جدا. أسماء يجب أن تمنح لها الفرصة منذ كأس دورة مصر لم يحدث المدرب تغييرات كثيرة على تشكيلته، مفضل استمرار وهو ما أدخل المنتخب في مرحلة روتينية وتسبب في انخفاض المستوى الأداء بشكل عام. أسماء يجب منحهم فرصة، أسماء مثل بولاية، آدم زرقان، بوداوي، عمورة، طوبة كانت تستحق الفرصة، ولو أن القرار الأول والأخير كان يعود لهذا المدرب. مجرد اقتراحات يعني نلاحظها ويلاحظها الجميع. نجاح في المرحلة القادمة لن يحققه، يعني نقولوا باللي يجب عمل، نقولوا حنايا ليكيب ناسيونال في راي كان يقول فيها ماجر، كنا ملاح وكان يقول فيها رانا في ليرجونس. حنا دروك صح رانا في الكوما، رانا في الكوما، يعني تشخيص الداء والدواء. حنا الداء نعرفوه، الداء رانا عارفينه، الناس ساكتة على الداء، الدواء كاين بصح الداء والله لا عارفينه، والدواء كاين. وين عوامل عديدة يجب أن تساهم فيها في هذا النجاح، أبرزها الفاف والإعلام الرياضي. تفاصيل أكثر يعني مذبحة، وين نقولوا باللي ناس وين حص وين قعدوا، يعني كنا احنا نحضروا، كانت الناس تقول لك البارتي القاسما غادي نعاقبوا، انا نقول لكم يا ودي كاين دو ماتش القاسما غادي نعاقبوا، كاين دو ماتش. اليوم وين فضحت كل شيء، اثبتت فعلا ان الاتحاديه الجزائريه ليس لديها يعني ضعيفه، ولم تحسن التعامل مع الكواليس، يعني الكار من تبادل التهم في وسط الإعلام الرياضي وعدم قدرتها على الدفاع عن المنتخب في المرحلة الحساسة، كشف بأن هذا القطاع متعفن ويجب تنظيفه من بعض الحاقدين وأصحاب المصلحة الشخصية. هل هناك لاعبين انتهت صلاحيتهم؟ حتى لا، كاين إعلام اللي كان يصفق على الانهزامات، هذاك الإعلام لازم مكاش، لازم مكاش. الإعلام لازم يكون نقد بناء، يا خويا انا ما غادي نصفق عليك، يا خويا انا ما غاديش نقول لك ميرسي بون كوراج، انا ماشي خاسر نقول لك بون كوراج، ما نقولكش بون كوراج، غادي نقول لك علاه خسرت، خاطش علاش عندنا نهار اللي انهزمنا امام غينيا الاستوائيه، الناس صفقت الماتش كونت كوت ديفوار، يعني مباراه يعني تبهديله، فما فاني قاساما كان فماك ضربونا بربعه ثلاثه، كان قاساما كاش كان قاساما خرجنا بنقطة، خرجنا بهدف ونقطة، وما حفظناش الدروس، الغلطات اللي صراو، يعني في غولي مبليسي يجيبه، قديورة مكاش يجيبه، مام الغلطات، عطال كان مبليسي يجيبه، يعني مام الغلطات طحنا فيها، والإعلام هو يعني كيما نقولوا احنا كيما ذاك مؤمن. شكون اللي خرج هذا خط احمر، وشكون اللي فهم باللي الشعب لازم يكون خط احمر وما كاش انتقاد؟ شكون هذا؟ مؤمن هو اللي فهمها للشعب، فهمها للناس باللي خط احمر ومن لا لا، مدرب انت يا مدرب غادي تقعد مدرب، هذه كيما يقول لك معشوقة الجماهير عبر العالم. انا كي تهضر تشوف زيدان ثلاثة تاريخية، ثلاثية تاريخية، تشوف غوارديولا، تشوف بزاف دي زونترينار، تشوف تاع الاخر كيسمو لونترينار يا ربي تاع جوفنتيس، يعني واش خدم دا ثلاثة مع فياريال، الناس طاحت عليه، مكانش لا مكانش، ديشون دا كوب دي موند 2020 2021
كوب دوروب دا كوب دي موند كوب دوروب خرج برومي تور الناس ما خلاتلوش سي محمد. حنا ماشي نقولو نعايرو يا وننتقدو النقد بناء في كرة القدم ماشي نعايره، لازم تتساهموا لازم تفركتوا يا خويا. لي غلط لي من كيما يقول لك لي اساء نقولوا له اسات، واللي احسن نقولوا له احسنت. بصح باش تفرض عليا انت باش نعبد كيما انت راك تعبد، انا ما نعبدش. انا عندي منتخب وطني جزائري، انا عندي منتخب وطني جزائري ما نعترفش، ما كاش عشق، عشق في كرة قدم ما كاش عشق مزيف تاع ريزيطا هذا ما كان. عاد كاين يقول لك باللي اللور كاين عشق مزيف، كانوا الناس كاع يقول محرز محرز محرز، من بعد طاحوا على محرز، بعد لا يعايروا في محرز.